لم يكن هناك مداخل آخر ويفرق السومة. يلا هذه دقيقة، يلا نبدأ. 59 ثانية أنا ما أشوف. أيوة 59 ثانية. أيوة انزل. أيوة 8 7 يلا لسه 54 55. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، نعم يلا. يتنافس المتنافسون، يعني ممكن آخر متصل. أنا أقول أبو بكر وضع ماله كله، وعمر وضع نصف ماله. إحنا ما نريدك لا تضع مالك ولا نصفه، لكن ضع بما تستطيع إن كنت تستطيع فهذا بركة وخير. ترى حنا نمر على أوقاف والله العظيم ننشأ، يعني مثلا ما شاء الله تبارك الله أوقاف الراجح، نقول يا حظ الراجحي بالأوقاف هذه. يعني أنت تستطيع أن تشارك لو 300 ريال 1000 ريال بما تجود، 10000 ريال. طيب 10 ثواني 10 ثواني أعتذر منك بإذن الله أنه يتم يا رب. 13 12. عبد الله الشهراني جاهز اتصاله، جاهز اتصاله، وارفع الشاره يا منيب اذا انتهت. 5 في اتصال، 4 3 2 1. الف مبروك لعبد الله الشهراني، يستاهل عبد الله الشهراني ب 57000 ريال. اشتري عبد الله الشهراني ويقدم مبلغه لصالح جمعية البر الخيرية بالجديدة لوقف اليتيم. الله يكتب أجرك ويبيض وجهك، وبانتظار إرسال الإيصال لرقم الجمعية أسفل الشاشة حتى نعلن أمام الناس بأنك حولت إلى جهة رسمية برقمها الرسمي. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. عبد الله وش تقول عبد الله الشهراني؟ الله يكتب أجره ويبشر إن شاء الله بالعلوم الطيبة والخير، جمع الخيل والخير اكيد. نعم. طيب نروح للخيل، ايش رايكم؟ خلنا نروح دامنا مبارك عبد الله الشراي من هناك. تفضلوا شيخ فلاح، حريص عليك انت كانك مثل البارحه هذا الحز واحد الاربع. اي الحين ندش يا شباب، ما شاء الله ما شاء الله. وده هناك وده هناك، وين تبي؟ هناك عشان يجي. والله فكره ما جتني.